ولا عنا كذبة تلوي درعنا ولا سر يحمي رقبتنا. أخي الغالي، أخي المهموم، شو قاعد عم تعمل هون؟ ولك صادق؟ ولك أنت إمتى طلعت؟ والله يا أخي طلعت قبل ساعتين و12 دقيقة بالضبط. بالله شو؟ تعال هون تعال. بس أول ما طلعت إجيت لهون ركض، معناتها شو؟ هذا بيعني إنه أحسن رفيق عندك هو أخوك صادق. قولك يا ابني انت ليش هيك مبيض؟ هات احكي لي، غاسلينك بصابون غار؟ شو عاملين فيه؟ داروا بالهم علي كثير بالسجن. يلا فوت. ايوه ليك على هالسفره، حلو. كل هذا الاكل كرمالي؟ ايه كله كرمالك انت. شو كم صادق عنا؟ كبير يا معلم كبير. بس بدي اقول لك شغله صغيره. ايه خلينا نقطع الحزن لك اخي، انا زعلت بما فيه الكفايه وهلا صار بدي انبسط يا اخي. والله انت خلقت غليظ ورح تموت غليظ. لك هذا الصوت مو طالع من عند المعلم فيداد؟ ولك هالرجال ما مل إسا كل يوم وكل ليلة ترنن ترنن ما عم يمل؟ يا أخي الحياة هيك بالنسبة إله حلوة، أنت ما تهتم فيها، خليك على مسخرتك. إيه أحكي لي لشو، كيف قضيت أيامك؟ والله يا أخي إلك شغلة، أنا عملت استجمام رسمي جوا. إيه يعني حاسس حالي كنت تعبان وأخذت إجازة جوا، هيك روحت عن نفسي يعني، عرفت كيف؟ أوف منيح، يعني عم تقول ما رح تصير زلمة. بتعرف بعمري ما شفت زلمة بيعرف حاله أكتر منك. ريحة تمك طالع، يلا تعالكو. يلا أهلا وسهلا حبيبي يا فيه. والله متغير. تعا فاردي تعا، نحن بدنا ناكل لحمة وانت تعا كمان. تعو ابني تعو، يلا تعو لا تخجلوا. وقفي لجيب طاولة تانية بس. ايه يلا بتخيلك شو هالشغلة اللي جبت على راسي أنا. وقف عرب خليني أمرق يا ابني. سلم إيدك خالة داريا. لك يلا متنا من الجوع، خلصونا بقى. لو أخوك هون كنا هلأ عاملين شاي وعم نشرب. يلا اتصل فيه، وينه؟ خليه يجي بسرعة. وانت شو قاعد عم تساوي هون؟ يلا اشتغل لك شغلة يا ابني. ايه يلا. شو أخي مالك جاي؟ ما بدي إجي أخي. ايه بس المعلم فرات مصر إنك تجي تاكل مشاوي معنا. ايه لأنه طيبين من تحت إيدي. طيبين من تحت ايدي. قل له ياكل هو، تمام؟ ياكل هو. ماشي ماني جاي. وحاجة تتصلوا فيني كل شوي، عم تفهم؟ وجعتولي راسي. يلا يا ربي دخيلك. سكر يلا سكر. شو قال لك؟ شو معنو جاي يعني؟ قال عنده شغل. يلا بما انه معك في حدا بده يجي عدوا على السفرة لكان، تفضلوا. يلا يو جنب بابا. يلا تعال. أهلا وسهلا أخي. شبك شو صاير؟ خير؟ ما في شي، أنت خليك مبسوط. إيه معناتها نحن ليش رفقات لك أنا؟ خلص احكي لي شبك. قدرت تحل كل أمور الشغل بغيابي؟ حليت كل شي. لوين رايح؟ بلال يا أخي أنت لوين رايح؟ فوت مسيك، هي أمانتك. أخي أنا لهون وبس، أنا اهتميت بالأمور وعملت اللي علي، بس خلص انتهى، هي آخر شغلة كانت لي. كيف يعني انتهى أخي؟ شو عم تقول أنت؟ لسه هلأ بدينا وما قلنا بسم الله؟ ليك كسبنا منيح وإن شاء الله رح نكسب أكتر كمان. شبك؟ لك شو هي إن شاء الله أخي؟ وكأنه عم نشتغل بالأعمال الخيرية. من ورا هاي القزارة ما ضل شي ما إجا على راسي. ولك شو هاد اللي إجا على راسك؟ شبك؟ ولك هدول لقطوني يا ابني. مين يلي لقطك؟ الشرطة؟ يا ريتهم كانوا الشرطة، كنت تعاقبت ودخلت على السجن وطلعت وقتها.
بالظاهر انه كاميرات المدرسة هي اللي صورتني، وهداك الرجال اللي اسمه كنان سحبني على جنب. انا ما عم بفهم، طالما هو ما سلمك للشرطة ليش كمشاك؟ مسكوا حبالي بايديهم وعم يحركوني مثل الصنم من هون لهنيك. تمام يا ابني نحن عم نشتغل، بس انا ما بقبل صير رجال تحت ايد حدا، ما بقبلها. ولك هدول بيخلوك تبيع عيلتك. ولاد اخذت الشنطة. ليك صادق انت اخي، ما بدي اياك تزعل. لو شو ما صار يصير انا قلبت هاي الصفحة كلها. صداقتي الك دايما بترجاك ما تفهمني غلط، بس قصة البيع والشراء خلص بدك تنساهم. انتهى. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإفطارات لتكون أول من يشاهدها.